التي من أجلها سهر الصلاح ولها رحل، وهي التي من أجلها ضحى فؤاد ورا فكرة اليوم في طلبة عاملين طالعين بفكرة كثير رائعة، وهي مسابقة ما بين الكليات حول مجموعة أفكار، وإحنا دورنا لجنة تحكيم كأعضاء التدريس في الجامعة الفلسطينية التقنية، ورح نكون على تحكيم الأفكار المطروحة من قبل مجموعة الطلبة اللي بيمثلوا كلياتهم، وأعتقد أنه في مجموعة معايير موجودة، وهذه المعايير حيتم فيها قياس أو مقياس هذه الأفكار من حيث منهجيتها للبحث العلمي أو من حيث خطوات البحث العلمي المعتمدة وفق أي فكرة ممكن أنها تستحق التفكير، وبالتالي تكون حل لمشكلة موجودة لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية. خصوصا الأفكار المطروحة من قبل الطلبة في الكليات هي أفكار تنعكس على تطوير وتحسين أداء وأعمال والبيئة المحيطة في الطلبة من حيث السكن أو من حيث العملية التعليمية التعلمية. فعالية نتو الكرم تستحق، انطلقنا فيها من مبدأ رد الجميل لهالمدينة اللي احتضنت هاي الجامعة، اللي احتضنت هدول الطلاب اللي أسسوا هذا النادي. الفعالية قائمة على حل مشاكل موجودة في مدينة نتو الكرم من خلال 4 كليات بالجامعة. راح تكون منافسة، هم صار لهم شهر شغالين في طلعات وجيات واللقاءات مع الطلاب ومع ناس مسؤولين برا الجامعة، ليطلعوا بعرض برزنتيشن يعرضوه اليوم قدام لجنة الحكم ويكون فائز واحد في هاي المسابقة. نتمنى بعد هاي المسابقة انه يكون في مشروع يستحق انه في جهة مسؤولة تتبنى هاي المشكلة.